تعد الأزياء الشعبية جزءاً مهماً من الهوية الثقافية والتراث غير المادي الثري والمتنوع في عموم المحافظات اليمنية، كما تتميز الملابس التقليدية بألوانها المبهجة وتزيينها بالفضة والأحجار الكريمة. يتنوع اللباس الصنعاني بتعدد المناسبات، فالعروس تتزين بعدد من أنواع الزي التقليدي القديم، ومنها القميص الجرز والتاج اليمني والقنبعي، وبعد 40 يوماً من استقبالها مولوداً جديداً ترتدي أزياء أخرى خاصة بهذه المناسبة. المجتمع الصنعاني من زمان ومهتم مثلاً في مراسم الولاد، ترتدي الوالدة أكثر من 5 إلى 6 أزياء خلال فترة 40 يوم. كل أسبوع بتتقلد لبس باكسسوارات معينة حتى يعني تباهي البقية بهذه الزينة اللي بتلبسها. العروس أصبح لها يوم مميز يسمى يوم التقليدي أو يوم الصنعاني، وكمان بيسمى يوم الحمام اللي بتخرج فيها العروس وترجع بلبس معين، لبس تراثي يعني من الفضة من المرجان. هذه الأشياء تقليدية قديمة لكنها الحمد لله دعمت في الفترة الأخيرة. امتزجت الستارة الصنعانية بكل شيء، حيث طعمت الملابس الحديثة بقطع منها وتضاف أيضاً إلى المجالس في عدد من المناسبات. وفي محافظة تعز ترى الألوان الجميلة في أعالي جبل صبر وفي المدينة حتى الآن من خلال هذا القميص الصبري المطرز، كما تضيف على جماله بتزيينها بالمشاقر والنباتات العطرية وبالحلي المصنوعة من الفضة. الديزاين التراثي الأصلي مثلا القميص الصبري يؤخذ بهذه الخيوط وبتلك النكهة الصبرية، بحيث ان احنا نجلس نعمق هذا اللبس على مدى الزمن الطويل ان شاء الله. لا تخلو الملابس التهامية والبيضانية والعدنية والحضرمية من الألوان التي تزينها، وفي المهرة كذلك تنفرد المرأة باللباس التقليدي من المخمل المرصع بالمجوهرات. تحرص النساء في اليمن على ارتداء تلك الأزياء في المناسبات المختلفة كتقليد يتوارثنه من جيل إلى آخر باعتباره رمزاً من الهوية الثقافية المتنوعة في اليمن.